سوري يا سكينة ما تزعليش، وهلا الأكل الواحد جعان. بس حطي نفسك مكاني، يعني أنا أي حاجة عملتها ما تجيش نقطة جنب التهم اللي هما بيتهمها لي لمجرد إن أنت معايا. حق الله أنت بقك ما غلطش، بس ما أنا رخرة بريئة برضه ما عملتش حاجة. بس يعني أنت مش مجبورة يعني تشيلي شيلتي. أقول لك يا بنت الناس، أنت من سكة وأنا من سكة. أكيد يعني مش هسيبك لوحدك. بقول لك إيه؟ مش مرتاحة لتوفيق وبناته دول. عندي إحساس كده إن هما ممكن يبلغوا عني. إيه؟ عم توفيق لا يمكن يعمل كده. الهبل ده. وبعدين ده عياله متربين أحسن تربية. إحنا عندنا بنات شختي بيبقوا تحت طوع أبوهم حتى لو عضم في قف. مش زي البنات السكيميكي. السكيميكي. بصي أنا فكرت لقيت إن أحسن حاجة إن إحنا ما نستناش لحد ما البوليس يجي ويقبض علينا ويتهمونا بقى بكل التهم اللي هم عايزينها. لا. نروح نسلم نفسنا. مش طول ما انت بتقولي بوليس دي هيجوا يقبضوا علينا وهيعلقونا في حبل المشنقه. اسمه بوليس يا اختي، اسمه بوليس عادي. طيب احنا نروح للبوليس ونقول له يا بوليس احنا ما عملناش حاجه ونشرح له موقفنا، هو اكيد هيتفهمه ده ويطلعونا براءه. يا اختي كفايه هبد بقى، ده احنا لو رحنا برجلنا هيحطوا علينا ومش هنشوف اسفلت تاني. مسكينه صدقيني، انا لما كنت مخططه اني اهرب ما كنتش فاكره ان الموضوع هيمشي كده خالص. وبعدين اكيد مش من الذكاء ابدا الواحد يهرب من حاجه صغيره فيلبس مصيبه كبيره. صح؟ لا مش صح. بقول لك ايه، انا فاهمه في الليله دي كويس اكتر منك. ليه فاهمه فيها ليه بقى؟ بأمرت ايه يعني؟ اسمعي بس يا سكين، انا عندي فلوس كتير قوي وهجيب لك محاميين كبار جدا واكيد هيطلعوكي براء، لان انت فعلا ما عملتيش حاجه. واذا كان يا ستي على التوصيله اللي انت وصلتيها دي اخرها يعني هتاخدي قد ايه؟ 3 شهور. الله، طب ما تطلعش فاهمه اهو، امال عامله فيها هلهطه ليه؟ انا عامله هلهطه؟ ان شاء الله يسامحك. شكاينه يا بنت باين عليكي. اسمعي بس يا سكينه، عايزه تفضلي عمرك كله هربانه من حاجه انت ما عملتيهاش؟ طب ناكل عشان انا دماغي منمله، وبعدين نفكر. فكرتي؟ اكل اكل الاول. ايه يا بت انت فين؟ شفتك اهو، يلا اطلعي اطلعي لي يلا نخش السطح واخر دور. امشي على قشر بيت يا بنت، ما تدبيش، مش عاوز نقش مع الجيران من اولها. اطلعي. ساعدني. هاتي. حد شافك؟ لا ما تخافش. ماشي. ايه كل الحاجات دي؟ جبت لك هدمه نظيفه واكله نظيفه كمان. والله العظيم فيك الخير يا بنت يا بوسي. انا ساعدك.